حابين تاخذوا لقطات مثل هذه او هذه، لازم يكون عندكم كاميرا تقدرون تغيرون في سرعه الشتر سبيد اللي فيها. نحتاج عشان ناخذ لقطات مثل هذه اللي نسميها لقطات تجميد شتر سبيد جدا عالي، يوصل الى جزء من 5000 بالثانيه. انا خذيت الصوره اللي كانت اندور بسرعه 1/5000 جزء بالثانيه، ولكن الصوره الثانيه اللي كانت اوتدور خذيتها بسرعه 1/8000 جزء بالثانيه. هني نحتاج ننتقل الى المرحله الثانيه، وهي تعويض الاضاءه الناقصه من سرعة شتر سبيد العالية. احنا عارفين ان شتر سبيد هو سرعة الغالق، بمعنى ان الكاميرا لما تصور راح تسكر بسرعة جدا كبيرة، جزء من 5000 الثانية، فهذا الشيء ما يخلي اضاءة كافية تدش في الكاميرا، فلازم نعوضها باضاءة. عندنا حلين، الحل الاول ان احنا نستخدم اضاءة الشمس مثل مثال هذا اللي انا صورته واعتمد فيه اعتماد كلي على اضاءة الشمس، او ان احنا نستخدم اضاءات استوديو تعوضنا عن نقص الاضاءة، لكن لازم نتأكد ان اضاءات الاستوديو هذه فيها هاي سينك سبيد، بمعنى ان هي تقدر تتزامن مع الكاميرات بسرعات عالية، لان مو كل الاضاءات تقدر توصل الى هذه السرعة اللي نحتاجها في لقطات التجميد. شكر خاص لشركة AB World على رعايتهم هذا المحتوى. كان معكم اخوكم سالم فهد، يعطيكم العافية على المشاهدة.